هذا السائلة أصيل تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه على طاعته، وما الأجر المترتب على الصبر مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط والنياحة وغير ذلك عند المصائب، والرضا بقضاء الله وقدره. والله جل وعلا أمر بالصبر عند المصائب وأمر بالشكر عند النعم، فالدين نصف صبر ونصف شكر، الصبر على الضراء والشكر عند السراء. وأجر الصابر ما قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فمن لا صبر له لا يكون عنده دين. ولذلك أمر الله بالصبر في آيات كثيرة تزيد على 70 موضع القرآن الكريم لأهمية الصبر: الصبر عند المصائب، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي الشهوات، الصبر عند القيام الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، صبر عند الدعوة إلى الله عز وجل. فالصبر يحتاجه المسلم في كل موطن من مواطن دينه، ولا يستغني عن الصبر أبدا. ولا تهون المصائب والمشاكل وتنحل المصائب ولا تنحل الشدائد إلا بالصبر. نعم.